أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من لبنان اليوم. في مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات اغتالت يد الغدر والإرهاب النائب الصحفي جبران تويني، ويقام في المناسبة قداس في كنيسة مارمتر في الأشرفية. وكانت الأمانة العامة لقوى 14 أذار أحيت الذكرى وأصدرت إعلان جبران 2014 الذي تضمن مجموعة توجهات من وحي سيرة جبران وصوت جبران الذي لم ينطفئ. سياسيا، توج رئيس مجلس الوزراء تمام سلام زيارته الرسمية لباريس باللقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وتناولت المحادثات ملف الرئاسة والهبة السعودية للجيش. وقد أعلن سلام الانتهاء من دراسة التفاصيل التقنية للهبة السعودية على أن يتم تسليم الأسلحة للجيش اللبناني في وقت قريب، مؤكدا أن فرنسا تتابع ملف الرئاسة وتحاول المساعدة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية. في أي حال، هذا الملف وملفات أخرى داخلية وإقليمية نتناولها مع ضيفنا الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للدفاع اللواء عدنان مرعب. أهلا وسهلا فيك حضرة اللواء. اليوم الذكرى 9 لاغتيال جبران التويني، برأيك ماذا يمكن أن يقال في هذه الذكرى اليوم؟ هل تحققت أهداف جبران؟ هل تحقق قسم جبران بلبنان واحد موحد مستقل؟ مع الأسف الحلم اللي كان يحلمه جبران السما تحقق، بس أكيد نحن نشيل كابوس كبير هو الوجود السوري. نعم. حقيقة شغلة أساسية، بس اليوم ما فينا إلا ما نترحم على شهيدنا البطل السياسي جبران التويني يلي كان أخذ بصدره كل المواضيع القاسية والصعبة بالوجود السوري، وحمى حتى المحررين عنده والموجودين بجريدة النهار كعائلة بيعرفوا قديش جبران التويني تعرض لتهديدات وكان يفضح كل التهديدات وكان عارف انه ناطره هالشي. مشان هيك عمل للبنانيين القسم يلي قسمه هو واللبنانيين، وان شاء الله نحن نبقى لجبران وفيين بهالقسم ونقدر نحافظ على لبنان اللي اليوم عم يتنشو للبنان. معلش عم نحكي باشياء سياسات إقليمية ومنا عم نشوف مصير الوطن وين ولوين نحن رايحين. هل ستأخذ العدالة مجراها فيما يتعلق بجريمة اغتيال النائب الصحفي جبران تويني، أو سواء فيما يتعلق يعني بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، خصوصا وأن المحكمة الدولية اليوم ما زالت تستمع للشهود في لهاي؟ حقيقة أنا اليوم يعني عندي هيك شوية أمل، وخاصة أنه إجت مذكرة اغتيال الشهيد جبران. نعم. مع متزامنة مع شهادة خاله النائب والوزير السابق مروان حمادي، الحقيقة اللي حط نقاط على الحروف كتير، وشفنا الدفاع يعني ما قدر فات إلا بالأشور هي قانونية. نحن عم نحكي بجريمة هزت لبنان هزت العصر، شفتي المستوى. بس أنا أؤمن بالعدالة، ولو بدها تجي متأخرة بدها تجي، وحقه لجبران وحق كل شهداء ثورة الأرز. الحقيقة هذه شيء للثورة لكل لبنان، لكل الطوائف، حتى لأخواننا الشيعة اللي اليوم قسم منهم واقف باتجاههن اللبنانيين. نعم. وبيحبوا لبنان قدنا وأكثر يمكن كمان، بس بدنا شغلة إنه نفصل مصير لبنان عن مصير الإقليم. شو عم يصير؟ نحن لبنانيين كل مشاكلنا اليوم حضرت اللواء يعني هي مرتبطة بمشاكل الإقليم، مشكلات الإقليمية التي لا تنتهي، دائما هي تصب في لبنان، يعني دائما لبنان ومشاكله مرتبطة بالإقليم. صحيح. أنت لاحظي من ملف الرئاسي. نعم. الفرنسيويين راحوا بالأول عند الإيرانيين ياخذوا ضوء أخضر بتحريك ملف الرئاسي، ما لقوا جواب. لما صار الوضع اللبناني صعب جدا بظل التشنج الموجود، الفاتيكان تدخل. هيدي كل العالم صارت تعرف هالمعلومات. نعم. وضغط على إيران وعلى فرنسا وعلى الولايات المتحدة تيلاقوا ثغرة. مشان هيك بتلاقي هلأ حركة روسية حركة فرنسية بهالموضوع، ولكن يبقى الشيء الأساسي عندنا بلبنان الاتفاق. والاتفاق موجود كلياتنا عم نعرف عم نقرأ إنه المفتاح بإيران مع الأسف. يعني الضغوط التي تمارس على إيران لم تجد يعني لا نفع لها لهذه اللحظة. أنا برأيي بدها تمشي مع الوقت، ولكن الإيرانيين كمان عندهم مصلحتهم وعفاهم، عم يشتغلوا مصلحة دولتهم بالملف النووي. ما بدهم يعطوا شيء ببلاش، يعني بدهم يسهلوا بدهم ياخذوا شيء مقابله. هذه مصالح الدول، نحن الوحيدين اللي ما بنعرف. يعني نحن نعطي مصالح الدول أهم من مصالحنا اللبنانيين. وينك اللبنانيين؟ وهم بتمنى على اللقاء اللي بده يصير بين سمير جعجع وجنرال عون. حقيقة انه لازم بقى ياخذوا لحظة تاريخية. مش معقول
بالطائفة المارونية الكريمة يلي فيها خيرة اللبنانيين، ما نلاقي شخص بيجمعوا عليه هالأحزاب السياسية ويقولوا هذا بيخلص لبنان. طيب على طول بدنا نضل بهالموضوع. جنرال طبعا عن هيدا اللقاء أنا طالما حكينا عن الدور الإيراني، أيضا هناك دور سعودي. صحيح. يعني مجرد أن تحكي عن إيران هناك أيضا دور للمملكة. أنا بس بدي أعطيكي شوية هيك. المملكة قدمتنا 3 مليارات ومليار على السريع 4 مليارات باسم الدولة اللبنانية تتصرف فيه مثل ما بدك تشتري سلاح للجيش اللبناني والقوى الأمنية. لما كنا بوضع اقتصادي المملكة العربية السعودية حطت ودائع بلبنان، عندها مشاريع بلبنان لكل لبنان، بينما إيران تدعم حزب الله. نتمنى نحن انه ايران تدعم في مساعده للجيش، في مساعده لوزير الدفاع وزارة ايران. قديش القيمه المساعده؟ خلينا نحكي بالاول قيمتها للمساعده. كلياتنا بنعرف انه تحت المليار، هي اولا. شغله ثانيه، اليوم هالمساعده جاي وبيعرفوا الظروف الدوليه. نحن اللبنانيين اسا بنتحمل نعارض المجتمع الدولي لناخذ صفقه سلاح بامكانهم. معلش انا عم اقول لك حزب الله عنده سلاح كثير، بدهم يعطونا اياه يعطوه لحزب الله من السلاح، يعطينا اياه للجيش وللقوى الامنيه بناخده وبنتشكرهم وبعدين يعوضوا له، هن قادرين يعوضوا له، بس بدنا شيء فعلي مش حكي بالشيء الاساسي. بعدين انا الدوله مش سلاح بس، مساعدات اقتصاديه للبنان وين؟ مساعدات ماليه للدولار ولتثبيت العالم وين؟ اليوم نحن عم نعيش بمشكله معيشيه قاسيه. انا ابن الشمال وعم روح ابن عكار ابن طرابلس عم يحاصلون على اقل الاشياء بهالمواضيع هيدي، وفي فقر، ما في وظائف، ما في يعني اي شيء عم يتقدم لهم. شوفي عكار كان يقولوا عن الجنوب مناطق محرومه. انا بتمنى خاصه على الاعلام، الاعلام اللبناني 8 ادار و14 ادار كلياتهم يطلعوا ويحكوا حقيقه الاسواق الداخليه بطرابلس وعكار والفقر الموجود فيها. شو نعم. عكار محافظه فرع للجامعه اللبنانيه ما فيها مطار لقليعات، ليش ما طبعا هذا يدخل ضمن مفروض يعني ضمن خطه انما لطرابلس وعكار مثلا يعني لما تعني. انا بس كان اكيد صحيح بدي خبرك بس هون انه احنا ايضا يعني نتابع من على الشاشه وقاع القداس الذي يقام في ذكرى اغتيال الشهيد جبران التويني. صحيح. انا بدي بس ذكرك بشغله، لو هون مطار القليعات من ايام الرئيس الحريري الله يرحمه، انا كنت مكلف من الجيش من مديريه المخابرات احضر، كان حايك هو مسؤول عن اللجنه الاساسيه يلي هلا اليوم هو مدير عام بالكهرباء لبنان. كانت الدول الاوروبيه عم تقدم لنا بالبيوتي تشغيل المطار للايعاط وانه بامكانه يعمل جدوى اقتصاديه هائله، ومشينا بالمشروع كثير. كان في انه اجى ضوء احمر سوريا بقى تبحثوا بالموضوع. انا عايشه اليوم طيب. ما في اليوم ضوء احمر سوريا، اليوم في حريه صار بالنسبه لهذه الامور، في حريه يعني مطار ايضا يعني لبنان بحاجه لاكثر من مطار. يعني لا يكفي مطار واحد، حتى مطار لباع ما في مشكله، بس انا عم اقول ليش اليوم ما عم ينعمل المطار؟ في فريق ما بده المطار، معلش حتى الناس الثانيين بحث بهالفتره مساله المطار. انا حتى بحكي بعض مع السياسيين بيقولوا لا 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 تقرب على ليه ما بدي اقرب على الموضوع، خلي اذا في فريق سياسي ضد الموضوع نعمل للبنان كله سوا. ايه انه حرام على اهل عكار وطرابلس يصير عندهم تنميه، حتى اهل الشمال كله صحيح. يعني صغارتا الكوره البترون بشري الضمنيه كلهم هذول بيستفيدوا من هالمطار ومن وظائف وفرص عمل، يعني فرص عمل لكل اللبنانيين لان في مستويات محدده. ليش لنخلي نحن بظرف سياسي ايدنا على المطار هون؟ حرام عليهم بقى حرام. وحتى بطلب من سياسييننا نحن القريبين وخاصه الموجودين بالشمال عكار وطرابلس ودني انه هيدا الموضوع ما لازم ينسى. صحيح. ما لازم ينسى، يجب ان يحرك يعني معلوم، وهيدا بيخفف. كنا عم نحارب الارهاب ونحن كلنا ضد الارهاب. الارهاب بتحاربي وقت بتوجدي فرص عمل، وقت بتوجدي التعليم. ابن عكار الفقير عم يتحمل على الجامعه اللبنانيه ينتقل من عكار لطرابلس مشان ما نعمل له فرع. شو ليه ما بيكون هيدا الشيء بند ضمن جدول العمل الحوار الذي سيحصل بين حزب الله وتيار المستقبل؟ صحيح. يعني ليه ما بتطالبوا بهيدا الشيء طالما بده يكون في جدول عمل وفي ملفات كثير ستبحث باستثناء يعني بعض الملفات يمكن الممنوع ينحكى فيها؟ شو رايك ليه ما بتطالبوا يكون بند؟ انا بتمنى هالموضوع، والحقيقه لازم كلياتنا ونقدم هالاشياء طالما نحن فريق عمل نقدم هالاشياء. وانا هذه او انه براسي. من المفترض ان يطرح على مجلس الوزراء هكذا يعني هكذا موضوع. ايه بس بده بالاول كمان قبول سياسي، لانه بتعرف اليوم المجلس الوزراء اي وزير بيرفض
ما مشي المشروع. صحيح. بس خلينا بالقليلة نحطه للمستقبل أنه لازم يتنفذ المشروع، مش ننساه. صاروا من 94، نحن اليوم بال 2014 ما نعمل له شيء للمطار. ليش؟ لأهل هالمنطقة بده شيء. صوري كل المشاريع بالمنطقة بعدها على الورق. يتطلب كثير يعني إعادة يعني مطار الإقلاع، كثير من المساعدات والأموال، أو يعني ولذلك ربما وضع جانبا نظرا لمتطلبات هذا الأمر. لا تعرف كثير عنا ملفات عالقة في لبنان اليوم. بالبي أو تي اللي انعرض لبنان يستفيد، صحيح انه بياخذوا الملكية هني واستثمارهم وإلى آخره، بس لبنان يستفيد كثير بهذا الموضوع. عم أقول لك أنا بعرف الموضوع وقت وقف بقرار سوري. راح السوري. يعني اليوم يقولوا لنا اذا في عوائق، يقولوا لنا شو في عوائق، نحن اولاد المنطقه، نحن اولاد لبنان، نحن منا مضطرين اذا سوريا ما بيعجبها هذا المشروع الانمائي نحن ما نمشي من هلا فيه، لانه راحت سوريا. اذا في فريق سياسي قلنا وقلنا الاسباب ليش، واذا في قصه اموال كمان قلنا الاموال ليش. لا عكار منسي بغير شيء. في عده مشاريع، الصرف الصحي وانا بعرف انه مرصد له اموال بعده على الورق بعكار، الأوتوسترادات، عكار المحافظة الوحيدة ما فيها أوتوسترادات، ما فيها جامعة لبنانية. تعرف الجامعة اللبنانية إيش فيها فروع بعكار كمحافظة؟ في كتير وعود لعكار ولطرابلس. أنا معك، ما في أحلى من الوعود. ما حدا من هالمسؤولين اللي بيمثلوا عكار وطرابلس على القليلة عم بيترجموا هيدي الوعود؟ عم يطالبوا بس ما عم ينفذوا، وعم ياخذوا وعود. أنا ما بيهمني، يعني أسمع كلامك يعجبني، أشوف عمايلك أتعجب. أنا بدي فعل بعكار، انا عم شوف المواطنين بعكار، بدي شوف عمل. صحيح. بدي شوف فرص عمل، بدي شوف على الارض طرقات اساسيه، بدي شوف فروع للجامعه اللبنانيه بهالمواضيع، بدي شوف تسهيلات للمواطنين الفقراء، بدي شوف حتى ما يضطر هؤلاء الفقراء للجوء الى اعمال يعني. صحيح. وبعدين بيقولوا لك سهل عكار تاني سهل بلبنان، وين الاعمال؟ لا قطاع خاص عم، حتى القطاع الخاص مأثر بعكار ومن أهل عكار بالذات، وقطاع الدولة ما في ولا معمل بعكار. كل الأراضي الشاسعة الموجودة ما في أي معامل، لا للألبان والأجبان ولا للتعليب الخضر أبدا، ما في شيء. هيدا بيخلي هالموضوع الإرهاب، ونحن بدنا نحارب، بدنا نحاربه فعليا. صحيح. مش بالأهل. وأنا هون رسالتي حضرتك جنرال مطروح، يعني إن شاء الله يعني في المستقبل لأن تكون ممثلا عن عكار، لأن تكون يعني في الندوة البرلمانية. أنا بتمنى، بس إذا الشعب العكاري بده ياني، إذا الشعب العكاري بده ياني، أنا أتمنى وإلي الشرف أن يكون بهذا المركز. بس الحقيقة أهم شيء أهل عكار، لأنه أنا ما بلومهم، ما بيوثقوا بحدا قد ما نحكي هلأ. لأنه مثل ما قلت لك عم يسمعوا حكي كتير فعل ما فيه. طيب ليش بدك تلوميهم اليوم لأهل عكار؟ بتمنى انه يشوفوا تجربتي والاشياء الموجوده فيه، ولكن انا اليوم عم انطلق من منطلق لبناني تخفف موضوع الارهاب ويقولوا بيئه حاضنه. وهون بتمنى على حزب الله بهالموضوع، قصه سرايا المقاومه بالمناطق اللي هلا الدوله والجيش اللبناني يعطيه الف عافيه. اليوم بطرابلس الوضع كثير مرتب ومظبوط، بعكار نفس الشيء، بالضنية عم بحكي على الشمال، وان شاء الله بعرسال نفس الشيء. بس ما نوجد أسباب لإعادة الفتنة لهالمناطق. صح. سرايا المقاومة بارح راحت قوة أمنية شرعية من فرع المعلومات، وهون بدي يعني وجه تحية للواء بصبوص، ما في حدا يتهمه أنه عم يتسيس أو عم يعمل شيء، رجل عسكري 100% وعم ينفذ 100%. راح يجيب مطلوبين مواطنين بيطلقوا إعلان نار باسم سرايا المقاومة، لا مش مقبول. نحن بدنا الشرعية، بدنا الجيش. أنا الجيش اليوم بس بدي أنه أقول بدي الجيش، كل فريق سياسي وخاصة معلش عم نحكي على الفريق 8 أدار بده جيش على مقياسه. نحن بدنا كل فريق بده كمان جيش على مقياسه. والثاني أنا بس بدي جيش على شو؟ مقياس الوطن والمواطن. أنا ما بدي لا 8 أدار ولا 14 أدار، لأنه إذا مشي مع 14 أدار الجيش بغلط، مشي مع 8 إدارة بغلط، بده يمشي مع لبنان. صحيح. وحق لبنان. كيف في مآخذ بعض المآخذ على الجيش؟ هل عولجت؟ أنا بتمنى أنه الأمور تتعالج بدون الإعلام مع الجيش. أفضل. ولكن أنا بدي أقول لك شغلي وحدة، اليوم كل يوتون بيدعوا 8 و14 واثنيناتهم كانوا بالمجلس النيابي بيدعوا يا لطيف الجيش وبدنا نساعد الجيش وبدنا لما اجت سلسلة الرتب والرواتب صاروا يحاسبوا العسكري والضابط على الألف ليرة والخمسمية ليرة أنه كيف بدها تروح، هيدا الجيش اللي بدك تعطيه يعني عم يضحي بدمه. هيدا هو. أنا بالنسبة إلي هيدا الجيش
فوق الكل. صحيح. وإذا بدنا نتذكر هلأ بنتذكر قضية المخطوفين. طيب نعم طبعا رح نحكي عنا انت بقضية المخطوفين ملف العسكريين، انما جنرال بعد هيدا الفاصل محطة إعلانية ونتابع. نتابع حوارنا مع الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للدفاع اللواء عدنان مرعب. جنرال، بدنا نحكي بالحوار المرتقب بين تيار المستقبل وحزب الله، متى سينطلق هذا الحوار؟ يعني هل قبل نهاية العام أم قد يأخذ وقت أكثر؟ وهل باعتقادك سيحقق النتائج يعني المرجوة من هذا الحوار؟ أنا باعتقادي مجرد إعلان الحوار والبدء فيه اكيد بينفذ، وهو هذا الهدف الاساسي، تنفيذ الاحتقان السني الشيعي اللي موجود قوي بلبنان ونعترف بالواقع. هيدا بنفسه وان شاء الله يمكن حينطلق، بس بفتره كان هذا الاحتقان يعني اكثر من اليوم، ام الامر مختلف؟ لا معك حق حقيقة. يعني تجد اليوم نحن في هذاك الاحتقان، نحن صحيح يعني عم نقول كثير ناس عم بتجيش لهذا الموضوع حاليا. أنا معك، والحقيقه هي هيك انه كان الاحتقان اقوى صح، بس ما كان في ضوء اخضر لا اقليمي ولا دولي لهذا الحوار. هيدا متناسب مع ضوء اخضر يعني من ايران، يعني حتى هيك اذا حوار داخلي بده ضوء اخضر. صحيح. ومهما تكابروا الفرقاء وقالوا لا لا، نحن امتى شفنا هالحوار بلش؟ شفناه بعد الحركه الفرنسيه والحركه الروسيه، حركه الفاتيكان. نعم. يعني المحادثات النوويه الايرانيه الامريكيه اللي بعدها ماشي ما صار في مشكله يعني. كل هيدي سهلت هذا الموضوع الحوار، انه عطونا فرصه للبنانيين نعملوا حوار بين بعضكم. كلياتنا عارفين انه هذا الحوار عنده خطوط محدده في شغله، بس يا ريت نعملها بلا الامور يعني. حتى لو ما تطرق الى مساله مشاركه حزب الله في الحرب السوريه وحتى سلاح المقاومه، لا ما حيتطرق اكيد لا هيدا ولا التدخل بسوريا ولا اي شيء ولا المقاومه. ولكن شو عم يعمل؟ اولا بنفس الاحتقان بهيدا عم يحاولوا يفتحوا ثغره بملف الرئاسي، انه يتفقوا شكليا على مرشح توافقي. اذا وصلوا لشغلي انه مرشح توافقي، هون بده ينتقل الموضوع. وهيدا كمان بس فيهم يحكوا بملف رئاسي وفريق مسيحي الاساسي لا. والمعني الاول بهذا الموضوع ما انه شريك معه بهذا الحوار، بس هني ما بدهم يحكوا بالرئاسي الا بالرئيس التوافقي. بس اذا اتفقوا على شيء رئيس توافقي، الفريق المسيحي اللي ب 14 ادار والفريق المسيحي اللي ب 8 ادار يلي هو الجنرال عون، هني بدهم يتفقوا على الرئيس التوافق. وما لازم حتى يغلطوا، انا برايي ما لازم يغلطوا لا حزب الله ولا المستقبل بالوصول الى اكثر من رئيس توافقي يرضي اللبنانيين، لانه يعني المسيحيين من دون تسمية احد. صحيح. المهم ان يكون رئيس توافق. لازم المسيحيين وخاصه الجنرال عون وسمير جعجع والرئيس جميل والوزير فرنجي، هن الحقيقه يتفقوا مع البطرك على التسمية. بدنا رئيس نابع من الاجماع المسيحي لحتى يكون رئيس قوي. انا برايي بيقولوا الرئيس القوي، جعجع رئيس قوي، جنرال عون رئيس قوي، امير جميل رئيس نعم. قوي فرنجي، ولكن الرئيس الاقوى بايدوه الاربة والبطرك. معقول بكل الطائفه المارونيه ما بيلاقوا اثنين او شخص يمثل هالشيء ويجيبوا لنا اياه رئيس جمهوريه ينهي لنا هالمشروع؟ طبيعي انه اكيد يعني هيك اشخاص طبعا أكيد فيه. موجودين اكيد في. طيب وبالنسبة أيضا للحوار يعني مرتقب، هناك حوار مرتقب آخر أيضا بين تيار الوطن الحر والقوات اللبنانية، هل سيكون هناك لقاء بين الدكتور جعجع والعماد ميشيل عون ودور بكركي أيضا في هذا يعني لحصول حوار بين الأفرقاء المسيحيين؟ حقيقة دور بكركي بلش من فترة عم يعمل شيء فردي، لأنه صار فيه هو شوي بعد يعني البطرك يعني تأثر كتير انه كيف بيجتمعوا النواب للتمديد، ما بيجتمعوا لانتخاب رئيس. كيف في ناس بيردوا عليه وناس ما بيردوا عليه، كل يعني زعلانين منه فريق 14 و8 بالاول، هلا عم يرجع يستوعبون لانه المشكله كبيره والفاتيكان تدخل لا يسهل هالشيء. واليوم الدكتور جعجع شأن ام ابينا عم يسهل الموضوع، فتح مبادره مع الجنرال هون. بتمنى على الجنرال هون انه ما يكون مصير لبنان مشان شخصه، قادر يلاقي اشخاص هو والبطرك والمجموعة الزعماء المسيحيين يجيبوا للبنان مرحلة، بس لننتقل من هالمرحلة لنعرف أي شرق أوسط بده يرتسم. بس حرام نحن نربط مصيرنا بالوضع السوري والعراقي والإيراني، حرام. خلينا نربط وضعنا بلبنانيين. حصلت مشكلة الرئيس اليوم في الداخل يعني، طالما إذا حصلت هذه الحوارات يعني صارت المشكلة فقط داخلية، ما عاد في مبعد في ضغوط خارجية. لا بالنسبة للإسقاط الإيراني ما عطى الضوء الأخضر الكبير،
عطى ضوء اصفر اذا بدك. ليش؟ لانه قالوا للفرنساويين روحوا ابحثوا هالموضوع مع حزب الله ومع الفرقاء اللبنانيين. بينما بس تصير الامور جديه مثل ما كنا بالدوحه ودني دغري ايران تدخلت مع حزب الله، الفرقاء الغرب والسعوديه تدخلوا مع ال14 اذا وصلوا للحل. لسه ما وصلنا لهالمرحله، بس ما حدا في حطه بس على الداخل، بس الحق كثير على الداخل. هذه المرحله عندما يوافق العماد ميشيل عون على مرشح توافقي، انا برايي ايه، والجنرال عون حياخذ يعني حياخذ بالتسويه، حيكون له دور بالتسويه كبير. الناخب الاول، الناخب الاول هو والدكتور جعجع، حياخذوا الناخب الاول طبيعي. وعم اقول لك لبنان اليوم بحاجه لرئيس يلتف حوله كل المسيحيين. نحن بحاجة، مش بس المسيحيين بحاجة، نحن كسنة كشيعة كدروز كلبنانيين ككل بحاجة لرئيس جمبورية يلتفوا عليه كل المسيحيين. صحيح. نحن ملح الطعام المسيحيين بلبنان، ملح الطعام. نحن بدنا نكون نحافظ، نحن آخر بلد في وجود سياسي مسيحي مع وجود سياسي إسلامي عم يتناغموا بالشرق، عاملين هالفسحة الحلوة بلبنان. صح. حرام نتخلى عنها. طيب جنرال، الرئيس بري تحدث عن أمور إيجابية يعني فيما يتعلق بالملف الرئاسي، على ماذا كان يعول؟ على الحوارات التي ستحصل في الداخل. الرئيس بري عم يعني كان بجو الحوار مستقبل وحزب الله، وبهمه عطول يعطي نوع من التفاؤل، لأنه الحقيقة نحن يعني كل الشعب اللبناني مسيس وبيعرف، مشان هيك عم يحاول يعطي فرصة أمل لهالموضوع. هيدا الأشياء الأساسية طبعا. يعني قبل نهاية هيدا الوقت في ملف أساسي لا يجب أن نتكلم فيه، ملف العسكريين المخطوفين. يعني احنا كان شوي وقتنا ضيق بالنسبة لهذه الحلقة، نقلنا يعني قداس النائب الشهيد جبران تويني. أين الجديد؟ ما هو الجديد فيما يتعلق بهيدا الملف؟ هل انتهت الوساطة القطرية كليا؟ الوساطة القطرية توقفت، الموضوع عم يتعالج بعدة فرقاء، وأنا بتمنى يكون معالجته بصورة أساسية أكثر. أنا بيعنوا لي العسكريين كثير، لأنه هدول مخطوفين لكل لبنان. نعم. وحرام بالأول كان ممنوع المقايضة، لما حزب الله قايض واحتفل بالأسير تبعه صار مسموح المقايضة. عم نضيع وقت على العسكريين. حزب الله يعني اللي اعترض من البداية على حزب الله والحق، وغير حزب الله اللي مسؤولي في حزب الله أنه ما عندهم مانع بعدين يعني. بهالموضوع هيدا أنا بتمنى، وأنا يرجع الأسير، نحن كلنا ننبسط هذا اللبناني من حزب الله، ولكن الأسير لحزب الله، هذا العسكري اللي بدنا نرجعه، هذا عسكري لكل لبنان، عم يقدم دمه فداء كل لبنان، لا فداء فئة ولا 14 ولا 8 ولا طائفي ولا شيء. هدول العسكريين لازم يكونوا الهم الأول. صح. مع الأشي شو ما ضحوا الدولة يضحوا يحطوا حالهم، نحن عسكريين ومنعرف. نعم. العسكري بيقدم دم وتيعمل بطل. نعم. مش مطي الشحشات ونقول لا ما منطلعه، مشان الدول الأكبر منا والأهم منا عم تعمل التبادل. أنا هون بسميه تبادل كمان. وهيدي هون بدي وجه، يعني حضرتك تؤيد التبادل. بالضبط. بوجه تحية للوزيرة شبطيني الحقيقة، اللي قالت كلمة بمجلس الوزراء. نعم. كلمة حق لما سألت الوزير فناش وقتها. قالت له هل اللي بيحق له للأسير يلي بحزب الله ما بيحق للعسكريين المخطوفين؟ سكت شوي وجاوب قال لا، لأنه هذا حزبي وغير شيء، بس كلمة الحق لازم تنقال، ونحن لازم نشجع كلمة الحق، لأنه منين هي مؤسساتية طالعة من القضاء، مرقت بالقضاء العسكري. معلش هي مؤسسة الجيش يلي هي اليوم وجودها حامي البلد، مشان هيك بقول لهم للسياسيين شيلوا ايدكم عن مؤسسة الجيش وخليها تشتغل لصالح هالبلد، وحيدوا عنا. وبدنا إياها كلياتنا كلبنانيين مثل ما قلت على مقياس الوطن وليس على مقياس الأحزاب والفرقاء. كلمة أخيرة جنرال، من يقود يعني اليوم المفاوضات؟ يعني في أكثر من يد تدخل في هذا الموضوع، من يقودها اليوم؟ هل هي الحكومة مباشرة أم كيف؟ يعني باختصار شديد جدا. في الخلية الوزارية، بس حقيقة متشعبة جدا الأمور وضايعة جدا. وبتمنى على الرئيس السلام بعد عودته من باريس الموافقة. نعم. والله يعطيه العافية، وكثير كانت إيجابية. صحيح. بتمنى عليه يحدد الأمور ويسرع بقضية التبادل، وإذا فعلا هالخاطفين كذابين ما بدهم التبادل نفضحهم. صحيح. بس نحن حقنا مع العسكريين. أنا اليوم ما فيني إلا ما أتعاطف مع العسكريين ومع أهاليهم لآخر درجة. صحيح. يعني لي العسكري أهم من أي مسؤول. صحيح. شكرا لك حضرة الجنرال على وجودك معنا. الله يخليك. شوي ضيق. ميرسي لك ولتلفزيون لبنان. يا هلا. شكرا لكم ايضا مشاهدينا، نشرة اخبارية بعد قليل، والى اللقاء.